قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح صباح اليوم بتخريج كوكبة من الضباط الجدد من الدفعة 25 حملة شهادة دبلوم هندسة إطفاء وعددهم 58 ضابطا، وذلك بحضور سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وعدد من قيادات قوة الإطفاء العام. هذا وقد أعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم إلى معالي الوزير وقيادة قوة الإطفاء العام، متعهدين أمام الله أنهم لن يبخلوا بأرواحهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات لتحقيق الأمن المجتمعي، وسيكونون عند حسن الظن. أخواني وأبنائي منتسبي قوة الإطفاء، أول شيء أنا أتقدم بالتهنئة لكم في شرف الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء مع زملائكم، والدور الكبير اللي تقوم فيه القوة من حماية الأرواح والممتلكات أهل الكويت عموما والقائمين المقيمين فيها أمانة بأعناقنا. أرواحهم وممتلكاتهم نبذل غالي ونفيس لحمايتها. أسأل الله أن يوفقكم وأن يوفق زملائكم اللي راح يتخرجون إن شاء الله من بعدكم.